تطورات ميدانية فيها يحدثنا عنها الناشط الإعلامي إياد كوري مراسل شبكة الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لآخر التطورات الميدانية في محافظة إدلب، فقد بدأ السوار في ريف إدلب بفتح معركة جديدة لضرب قوات الأسد المتمركزة في مدينة الفوعة، وبدأت هذه الاشتباكات منذ يوم الأمس وما زالت مستمرة حتى الآن. دارت هذه الاشتباكات على الجبهة الجنوبية لقرية الفوعة من جهة مدينة بنش بين السوار وشبيحة الفوعة، واليوم استطاع الجيش الحر التقدم باتجاه الفوعة واستطاع السيطرة على أبنية تتمركز فيها قوات الأسد والشبيحة، تم من خلالها قتل كل من كان يتمركز في هذه الأبنية. واستطاع السوار السيطرة على القسم الجنوبي في مدينة الفوعة كما ذكرنا بعد معارك عنيفة، كما تم تدمير دبابة من خلال هذه الاشتباكات. ويذكر أن هذه المدينة يتواجد فيها عدد كبير من قوات حالش والميليشيات الشيعية الإيرانية فضلا عن قوات الأسد. كما دارت اشتباكات من جهة كفرية، دارت هذه الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الجيش الحر وقوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مزارع بروما على مشارف مدينة إدلب، كما وتعرضت مدينة بنش لقصف عنيف من حواجز النظام، وذلك ردا على تلك المعركة حيث قدمت مدينة بنش اليوم 4 شهداء في هذه المعركة. كما تتوالى انسحابات الأرتال من إدلب إلى الساحل، حيث تسلك هذه الأرتال استراد أريحة اللاذقية، واليوم قامت أحد هذه الأرتال في منطقة القياسات على الطريق العام باستهداف القرى على جانبي الاستراد، حيث تعرضت بلدة الرامي لقصف بالدبابات من حاجز القياسات، وحاول الجيش الحر التصدي لهذه الأرتال فقاموا بقصف حاجز القياسات بالدبابات وبمدفع جهنم. كما دارت اشتباكات عنيفة على جبهة القياسات وكفرشلايا على الاستراد الدولي منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم الجيش الحر بدك الحواجز المتمركزة على الاستراد الدولي بقذائف الهاون وبالدبابات، ويتم استهدافهم كذلك بمدفع جهنم وبالرشاشات الثقيلة، وذلك لوقف تقدم المنسحبة والتي تحاول التقدم غربا باتجاه الساحل. هذه آخر التطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاول الجيش الحر التصدي لهذه الأرتال فقاموا بقصف حاجز القياسات بالدبابات وبمدفع جهنم. كما دارت اشتباكات عنيفة على جبهة القياسات وكفرشلايا على الاستراد الدولي منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم الجيش الحر بدك الحواجز المتمركزة على الاستراد الدولي بقذائف إدلهاون وبالدبابات، ويتم استهدافهم كذلك بمدفع جهنم وبالرشاشات الثقيلة، وذلك لوقف تقدم المنسحبة والتي تحاول التقدم غربا باتجاه الساحل. هذه آخر التطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتي تحاول التقدم غربا باتجاه الساحل. هذه آخر التطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.